عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الطريق. برنامجنا عبارة عن أسئلة وأجوبة، حنسألكم إن شاء الله أنكم تفوزوا بأحد الجوائز المقدمة من شركة التوكيلات العالمية للسيارات. عبارة عن إيش؟ عن مقعد أطفال حبايبي. سؤال حلقتنا بسيطة اليوم وممكن طلع عند أكثر الموجودين، والكل اللي يسوق السيارات أو 90% 70% يستخدموا هذه العلامة. شايفينها؟ هذه علامة البرنامج. لكن هذه علامة إيش؟ هذه العلامة تدل على إيش؟ عارفين ولا متو عارفين؟ يلا يا حلوين، خلينا نروح المول ونسأل الناس، واللي يعرف حيفوز معانا. مشينا مشينا. معانا الكابتن، شو اسمك؟ سعد الحارثي. سعد الحارثي ما شاء الله عليك، من وين؟ من ابها. من ابها يا عيني، البرد عاد هناك ما شاء الله ما يحتاج. طيب تسوق ولا ما تسوق؟ اسوق. تسوق. في علامه تطلع طبلون السياره او تطلع بالسياره، حقت ايش؟ تدل على ايش؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ هذه العلامه. ما اعرف. ما اعرفها. يا ولد؟ ابدا. ما عمرها جت طبلون السياره عندك؟ لا. منا؟ مرتين. كم لك سنه تسوق؟ يمكن 4 سنين. ما في أمل؟ أعطيكم الأخير. إيه؟ لا تستني أنا أشوف السيارة. مرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه العلامة تطلع في السيارة، حق إيش؟ حق بنزين. حق إيش؟ بنزين. بنزين؟ إيوه. حق بنزين. هذا حق بنزين سيارة. ها أكيد؟ إيه. متأكدين صح؟ بنزين سيارة. أي بنزين سيارة. يا سلام، خطأ. حق إيش؟ زيت 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 عداد السرعة، سرعة السيارة. قربت يعني من بعيد؟ ها مثبت السرعة. ثبت سرعة السيارة. يا عيني عليك يا ام المثنى، اجابتك الصحيحة يا ام المثنى. كنت جاهزة؟ اوكي. ها وريها الكاميرا. عبارة عن ايش؟ وري الكاميرا هنا هنا هنا. عبارة عن ايش؟ مقعد سيارة. مقعد للاطفال حق السيارة. الله يعطيك الصحة والعافية، المبروك. الله يعافيك. اعطونا السؤال. على الطريق، هذه العلامة تطلع في طبلون السيارة. حقت ايش هذه العلامة؟ بنزين. حق ايش؟ بنزين. بنزين يعني فاضي ولا مليان البنزين؟ لا لسه نص. باقي نصها تقريبا. نصين. اخر جواب؟ مو قبله. مو بنزين؟ لا مو بنزين مرة. في جواب ثاني غيره؟ حرارة. حرارة صح. كيف عرفت الحرارة؟ من زوجي. ما شاء الله علمك وين؟ مو موجود. يعني يقول لك. ايوه. طيب قولي له غلط. علامة تطلع في طبلون السيارة، حقت ايش هذه العلامة؟ شوف 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 شوف. عداد. هذه العلامة حق عداد. ايش؟ عداد. 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 غير العداد. بنزين. بنزين. مين قال بنزين؟ انت ولا هي؟ أنا. هي البنزين. غير البنزين. حقت الحرارة دي. حرارة. حرارة. غير الحرارة. ما أعرف. هو عداد. عداد. إيه سرعة. بس. سرعة. عداد سرعة. بس حق ايش؟ فرامل. قلنا سرعة، خلونا على سرعة. ها إيش السرعة؟ شيء نضغطه كذا ونمشي بالسيارة. مثبت سرعة. مثبت سرعة. أيوة. مثبت سرعة. مثبت سرعة يا سلام. صح 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 صح. تفضل افتح الجائزة. افتحوها. الجائزة عبارة عن إيش؟ كرسي أطفال. كرسي أطفال. المبروك، استاهلوا. عندنا علامة تطلع في طبلون السيارة، هذا سؤالنا، إذا جبتيها حتفوزي معانا بجائزة. هذه هي العلامة، قد شفتيها في طبلون السيارة؟ أيوه. قد شفتيها؟ حلو. حق إيش؟ السرعة. أيوه، السرعة إيش؟ مضبوط، السرعة، بس سرعة إيش؟ يعني الشيء نضغطه عشان إيش؟ نثبت السرعة. أيوه، يا سلام، نثبت السرعة. يا عيني يا عيني، ما شاء الله، لا باين إنك تسوقي. ألف مبروك، هذه الجائزة، افتحيها.
الخبشيه. الف مبروك. عباره عن ايش يوم دارين؟ عربية أطفال. أيوه عربية أطفال. أو كرسي؟ كرسي أطفال. كرسي أطفال. ألف مبروك، يعطيك الصحة والعافية. تستاهلي. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة من برنامج على الطريق، ونقول لكم السلام. ختام فمان الله.